البرنامج والمهندسين المعاطيين نقوم بالتعاون مع شركة العين المعاطية في تطوير التكنولوجيا الجديدة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كمصدر الطاقة. لغرض أهم فإننا سوف نستخدم كرسي متحرك كهربائي لتوفير قدرة الإمارات العربية المتحدة على تصميم سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الهيدروجينية. في أول الفيديو سوف أقوم بتشغيل الكرسي المتحرك بالنمط التالي باستخدام بطاريات كمصدر الطاقة. بإمساك الشاحنة بعد إزالة محرك أو خزان البترول الخاص بها، وباستخدام بدلا من ذلك مزيد من توافر من خلية الوقود ومحرك الجرى الكهربائي وأيضا خزان الهيدروجين للوقود، ومن ثم سوف يخرج بقوات أكثر من الإيقاف منتج بخار المواقع وبخار الطائرة. بالمقارنة مع التيار الحالي التي تعمل بالبنزين ومركبات البنزين المدعوم، فإن المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية لديها 0% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني طريقة نقل خالية من التلوث، بينما في نفس الوقت تقدم نفس الطاقة والسرعة للسيارة العادية. أيضا تقدم مسائل واحدة أقل من غيرها من السيارات الكهربائية أو ذات التي تعمل بنمط البطارية، حتى أنها تأخذ 5 دقائق لإعادة شحن 3 خزانات هيدروجينية كاملة، والتي يمكن أن تستمر لمدة 800 كيلومتر مقارنة ب4 إلى 8 ساعات من وقت شحن السيارات الكهربائية أو خالي كامل قبل أن تقارب 300 كيلومتر. في الحقيقة نستطيع تطوير سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الهيدروجينية أفضل حتى من أي سيارة كهربائية هجينة مثل تويوتا وميراي بطاقة 152 حصان وهونداي SCX فقط بطاقة 134 حصان، بينما نحن نمتلك طاقة 165 حصان، مما يعني أنه يمكن أن نطور أكثر من حيث الطاقة والسرعة، والجزء الأول منها تصنع في الإمارات العربية المتحدة. نعم هذا صحيح، نستطيع أن نصنعها هنا في الإمارات وتكون أفضل على العالم، ونحن نسعى دائما لبديل أفضل مما هو شائع وآتي، ووضع استمرار سجل ومعيار جديدان للصناعة مثل برج خليفة ونخل الجميرات وأشياء أخرى. من ثم ليس هناك ما يمنعنا من صناعة السيارات الخاصة بنا ككفاءة وقوة رغم السيارات ذات العلامات التجارية الأخرى التي نستوردها، ولكن الأهم أنها سيارات صنعت في دولة الإمارات العربية المتحدة 100% مضمونة وصديقة
سيكون الدوري الوحيد من النقل الذي يفضلهم من يبحث عن نوعيات أفضل من الهواء وبيع نظيفة خضراء وضمان مستقبل أفضل لرجال المناطق القادمة. مع المزيد من أسواق الحيوان الملامة لعيش نظام بيئة أكثر احترام، ويمكننا الحصول على نظام أفضل بتطبيقات سليمة للتكنولوجيا. الإمارات العربية المتحدة لديها أكثر من إمكانيات البطولة كواحدة من أفضل دول العالم المصنعة والمصدرة للهيدروجين من أي دولة أخرى، ومع احتياطاتها الهائلة من الزيوت الطبيعية وأشعة الشمس الدائمة يمكن استفادة الإمارات في توليد الهيدروجين للاستهلاك العالمي لتقوية الشبكات الكهربائية في البلاد ولمصانع التطبيقات الأخرى. ونحن متعهدون للسعي والبحث عن أفضل الحلول لمصادر الطاقة المتجددة لضمان الاستدامة المستقبلية ولتقديم مساهمة إيجابية للمجتمع الذي نعيش فيه، وإن شاء الله أن يكون له تأثير وذات مصلحة دائمة للبشرية وخاصة على كيفية التعامل مع البيئة. الطريقة إلى اكتشاف هناك عملية التحديات والتضحيات يمكننا شخصيا أن نشهد على ذلك، ولكن هذه التجارب المشقات من قبلنا بالتزامنا في تحقيق أهدافنا لرؤية 2021 التي تنص على أن الإمارات العربية المتحدة ستكون واحدة من أفضل دول العالم من خلال الذكاء المخول للمواطنين والدافع النمو والاقتصاد القائم على المعرفة لديهم. إذا كنت منظمة أو فرد شاركنا في نفس مفهومنا، رجاء لا تتردد في التواصل على رقم المرفق في نهاية هذا الفيديو لمعرفة كيف يكون مساهمة في تحقيق هذه الأهداف معنا، وسنصل بها للقمة تحقيق مجد الله وازدهار أمتنا العظيمة. وستقدم لنا الكثير من الوفاء والإكمال إذا كان لدينا جهد جماعي من شأننا أن يجب الشرف والفخر ببلادنا من خلال مساهمتنا في طوابع هذا المجال التكنولوجي.